السلام عليكم. التحالف العربي واليمن أهداف معلنة وواقع مرئي وغير مرئي بين استعادة الدولة وإنهاء التمرد، وكذا ما يبدو أنه تأسيس لتمرد جديد في مركز الدولة الجديد العاصمة المؤقتة عدن. تناقضات وعلامات استفهام ظهرت بحسب مراقبين بعد التركيز على المعركة الساحلية، وتبدو نظرا لأهمية الساحل الجنوبي إذا اتصل بالساحل الغربي تحت قبضة واحدة. وسبب هذه الأهمية الكبرى هو مضيق باب المندب الذي يفصل الجزء الغربي من السعودية عن خليج العرب، ويفتح الباب لموانئ غرب السعودية وشرق مصر للنفاد إلى إفريقيا. في مطلع العام الجاري أعلن البدء بعملية بحرية واسعة النطاق لتأمين الساحل الغربي اليمني الذي يمتد إلى أكثر من 500 كيلومتر. استطاعت عملية الرمح الذهبي أن تحكم قبضتها حتى الآن على أكثر من نصف الساحل الغربي، لكن هذه العملية توقفت فجأة، والسؤال لماذا؟ بين ما هو عسكري وما هو سياسي، وبين ما هو معلن وما هو غير معلن، تحضر أسئلة التحالف العربي ومشروع استعادة الدولة في اليمن. التحالف الذي تدخل بناء على طلب الشرعية، لماذا لا يمكنها من إدارة البلاد؟ هذه التساؤلات والنقاشات ستكون محور نقاشنا في هذه الحلقة التي ينضم لي فيها الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الزرقة. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بك. إذا مشاهدينا الكرام، سنبدأ النقاش بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. عندما تخيم الحرب ارفع الستار عن أهدافك، هكذا تقول المرويات التاريخية عن الحروب، إذ لا توجد حرب على ظهر المعمورة بلا أهداف. جوهر الحروب رغم بشاعتها تكمن في مخرجاتها، ومن بين مخرجات الحروب الحديثة استعادة الدولة التي تسقط بفعل الاغتصاب المسلح للحكم أو العمائم الملونة لأمراء الطوائف. عندما شهدت العاصمة صنعاء انفجارات مدوية في ليالي مارس، بثت شاشات التلفزة أخبارا عن إطلاق عاصفة الحزم بقيادة ما عرف بالتحالف العربي الذي جاءت عملياته وفق أهداف معلومة، أهمها استعادة الشرعية التي تعرضت للانقلاب من قبل ميليشيا الحوثي وصالح. التدخل جاء بناء على طلب من الرئيس هادي لاستعادة شرعيته المنبثقة من ثورة شعبية وتسوية سياسية برعاية إقليمية ودولية تم الاستفتاء الشعبي عليها بانتخابات رئاسية توافقية وحوار توافقي كاد أن يؤسس لتحول ديمقراطي آمن قبل أن يتم اختطاف الدستور والانقلاب على العملية السياسية في نهاية المطاف. تبدو الشرعية اليمنية اليوم في وضع لا يحسد عليه، فبعض القوى التي عملت تحت لافتتها تحول دون حضور الدولة في المناطق المحررة وخصوصا في العاصمة المؤقتة عدن، وبعض الذين تم إصدار قرارات جمهورية بتعيينهم في مناصب الدولة بات البعض منهم يتلقى توجيهاته من خارجها. يرجح مراقبون أنه ما كان لتلك القوى أن تمنع طائرة الرئيس من الهبوط لولا الضوء الأخضر الذي تتلقاه من بعض دول التحالف التي وضعت أرضية هشة تحت أقدام الشرعية خصوصا في العاصمة المؤقتة عدن. سياسة الأرضية الهشة كما يراها مراقبون تشكل المعضلة الأبرز أمام تثبيت حضور الدولة وانتظام المؤسسات الأمنية والعسكرية في إطار المؤسسات الرسمية تحاشيا لأي صراع في ظل الحديث عن مآلات الحشود التي يتم إعدادها ليوم الزينة في عدن. قصة التحالف العربي في اليمن لا تخلو من غصة محبوسة، فالشرعية اليمنية التي وجهت نداء للعرب ولرعاة المبادرة الخليجية أن أنقذوا المنطقة من أنياب قاسم سليماني وخامنئي وأذرع الحرس الثوري بالتباطؤ مع رجل الخيانات العابرة المقلوع صالح، وجدت نفسها بعد أكثر من عامين في الدوامة ذاتها وإن اختلفت المسميات والعناوين. إذا أجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وكذا بالترحيب بضيفي هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الزرقة. أستاذ أحمد، لنبدأ بداية، أهداف معلنة التحالف العربي استبشر بها اليمنيون عاصفة حزم وما إلى ذلك، استبشروا بها الإنهاء الانقلاب وإعادة دولة اليمنيين. الآن إذا ما رجعنا التحالف، ما الذي قدمه بالنسبة لأهداف المعلنة خلال عامين ونصف تقريبا لليمنيين؟ ربما علينا أولا العودة قليلا إلى الوراء، ربما إلى 2012 عندما قرر المجتمع الدولي اسناد يعني التدخل بشكل واضح ووضع اليمن تحت وصايته، اولا تحت بند المبادره الخليجيه وقرارات مجلس الامن، ومن ثم الفتره الانتقال التي لم تحدث للاسف لم تنتهي بشكل لائق نظرا لوجود الكثير من المعيقات. لكن القرار الابرز كان في 2014 في فبراير 2014 القرار 2140 لمجلس الأمن الذي قرر وضع اليمن تحت البند السابع باعتبار أن هناك خطر على الإقليم وعلى المنطقة.
ربما كان هذا الأمر ليمضي قدما إذا كان إذا تدخلت الأمم المتحدة وتدخل العالم بشكل واضح، لكن ما حدث بعدها في 25 مارس هو إسناد هذا الدور للمملكة العربية السعودية الذي قادت تحالفا دوليا لإعادة الشرعية في اليمن. بدأ الاندفاع في التحالف خلال الأيام الأولى بشكل كبير جدا، تمكن من خلاله من ربما تحييد عدد من أدوات القوة والعنف التي كانت تمتلكها الميليشيا، استطاع أن أيضا يحرر عدد من المناطق، لكن ما حدث بعد ذلك ربما كانت معركة عدن هي المعركة الفاصلة. بعدها حدث انحدار كبير جدا في قضية العمليات العسكرية، أيضا كانت تزامنا مع هذه مع التحركات في عدن، تحركات في جبهة نهم وفي مارب واستعادة يعني مناطق واسعة من الجوف، وبالتالي كان هناك اندفاع كبير جدا، وصلت إلى مرحلة معينة توقفت لأن هناك أسباب كبيرة جدا، توقفت لظهور تباينات واسعة جدا بين مشروع الدولة اليمنية الذي أو مشروع الرئاسة اليمنية، وهو الأساسي في قضية دخول التحالف إلى اليمن بموجبه، أو هذا ما قيل ظاهريا، لكن يجب أن يكون أن تضع الأمور على نصابها. خلال العامين الماضيين الستة الأشهر الأولى كانت كافية، ربما لو كان هناك إرادة أو نية جادة كان ستنتهي المعركة بشكل واضح، كان هناك انهيارات كبيرة جدا، لاحظنا أنه حتى في إب بدأت هناك حدثت انتفاضات في عدد كبير من المناطق، لكن لم يتم إسنادها بشكل واضح، ومن تالي تم إخمادها. أيضا في البيضاء حدثت انتفاضات واسعة في أبيان وفي غيرها، لكن ما حدث اليوم منذ أكثر من عام ونصف، والجيوب التي ما زالت تابعة للميليشيا استمرت في أماكنها في مواقعها، استمرت تهدد كل ما هو كل الإنجاز الذي ربما تم تحقيقه إلى الآن، وهذا كان ربما جزء كبير يكشف أن هناك التحالف دخل إلى اليمن بدون رؤية واضحة أو هدف سقف زمني محدد. عندما تم الانتهاء من عاصفة الحزم تم الدخول في عاصفة الأمل، وبالتالي وعادة الأمل، وهذه كانت قصة كبرى كيف تنهي عملية عسكرية وتتحدث عن ما بعد العملية العسكرية وأنت ما زلت في خضم المعركة، لم تستعد أي مناطق أو تعيدها، حتى المناطق التي عادت لحضن الشرعية لم تعود الشرعية إليها، لم يعد الرئيس هادي، حتى عندما عاد الرئيس هادي عاد مهددا وعاد يعني الأجهزة الأمنية لا تخضع لسيطرته واستهدف هو شخصيا بأكثر مرة، واستهدف الوزراء واستهدف، وبالتالي تم خروج الحكومة. كان هناك إشكالات واضحة، كان يعني كما يقال عندما تتدخل بشكل واضح يعني هناك تجارب أخرى يعني مشابهة وضعت اليمن تحت أو وضعت الدول فيها تحت البند السابع أو حتى تحت الإرادة الأممية، ومن ثم اتخذ إجراءات. يعني حتى أوروبا في الحرب العالمية الثانية تدخلت الأمريكان في وساعدوا في دحر ألمانيا من في الحرب العالمية الثانية، وتم تحرير فرنسا وتم تحرير، وكان هناك ربما الوضع الفرنسي كان مشابها بالوضع اليمني بشكل كبير جدا في تلك الفترة. لكن يعني هناك يعني بعد هذه الأمور حدث ما يعرف بعمليات لتحرير الساحل الغربي في اليمن، بدأت المعركة بشكل يبدو أنه كان جيدا لكنها توقفت أيضا. حتى هذه المعركة ربما لم تؤخذ في الإطار الوطني بشكل واضح، كان هناك هدف معين، هدف استراتيجي السيطرة على السواحل الغربية، لا يمكن أن تسيطر على الساحل وما زال ظهرك مكشوفا، يعني لا يمكن السيطرة على هذه المناطق وما زال الحوثيين وقوات المخلوق صالح في المناطق في الوازعية وفي المناطق الأخرى التي تشرف عليها، وما زالوا حتى إلى الآن يستهدفوا السفن في المنطقة، وبالتالي كان هناك هدف واضح معين، كان الهدف منه فصل المخاع عن جغرافيا على الأقل من إلغاء تبعيته لتعز وضمه لما يسمى أو للجنوب الذي يراد الآن أن يتحول إلى فزعة أخرى أو أداة أخرى لخارج إطار هدف التحالف. التحالف قال أنه تدخل ولديه مشروع، لديه التزام بالثوابت الوطنية، لديه التزام بالوحدة اليمنية، لكن ما حدث خلال السنة الأخيرة أنه كان هناك مشروع
مشروع آخر يتخلق في تحت الأرض، وهو ربما كان المشروع المعلن سابقا أنه سيكون هناك فصل بين شمال الوطن وجنوبه. طيب دعنا نناقش هذه النقطة تحديدا مع الباحث والأكاديمي العماني الدكتور عبدالله الغيلاني الذي ينضم إلينا الآن من مسقط. أهلا بك دكتور. مرحبا، حياكم الله. حياكم الله دكتور. إذن هناك علامات استفهام في الشارع اليمني حول أهداف معلنة بالنسبة للتحالف العربي وحول ما تحقق إلى الآن على الأرض كنتائج لما يقرب من عامين ونصف تقريبا من هذا التدخل. أنت كمتابع لمجريات الأحداث في اليمن، كيف تقيم عمليات التحالف بداخل اليمن إلى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي، ابتداء منذ 5 يونيو لهذا العام يعني الأزمة اليمنية دخلت مرحلة مختلفة تماما، بمعطيات ومعادلات وملامح مختلفة تماما عن ذي قبل. لكن عودة إلى سؤالك، التحالف منذ أن شن حملاته العسكرية الأولى في 26 مارس 2015 إلى الآن، أظنه حقق هدفا استراتيجيا واحدا، وهو درء الخطر الحوثي عن الأمن القومي السعودي. لكن فيما يتصل بالأهداف الاستراتيجية التي أعلنت عند الشروع في الحملة العسكرية لعاصمة الحزم، أظن هذه الأهداف الاستراتيجية أو منظومة الأهداف الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها آنذاك لم يتحقق منها شيء. فالحوثي لا زال يسيطر على صنعاء وأجزاء كبيرة من الشمال، علي عبد الله صالح لا زال لاعبا سياسيا وعسكريا فاعلا في اليمن، لم يتم اقتلاع هذه النفتة، لم يتم الإطاحة بهذا الانقلاب. حتى صحيح أنه تم تحرير أجزاء كبيرة من الجنوب اليمني، ولكن هل استقرت الشرعية في هذه المناطق المحررة؟ كلا، بل تحول الجنوب المحرر أو أجزاء كبيرة من الجنوب المحررة الآن تتحول إلى عبء على الشرعية، وهناك بوادر صراع حقيقي بين من يحكم الجنوب اليوم من القوى المدعومة من بعض قوى التحالف، من بعض دول التحالف، وبين الحكومة الشرعية. صار هذا الصراع واضحا، ونحن بهذا قد دخلنا في معركة مختلفة تماما عن المعركة، عن أهداف المعركة التي أعلن عنها منذ بداية يعني عاصفة الحزم. فأنا أقول أن التحالف الهدف الرئيس الذي تم تحقيقه إلى هذه اللحظة هو حماية الأمن القومي السعودي من التوغل الحوثي الذي كان حاضرا، الذي كان ممكنا لو لم تتدخل السعودية أو لم يتدخل التحالف العربي. هذا الهدف نعم تحقق، وأصبحت الحدود السعودية أو الأمن القومي السعودي المحادد لليمن إلى حد كبير مؤمن. أما فيما يتعلق بتحرير اليمن والإطاحة بالحوثيين وإعادة الشرعية وانتشال اليمن من هذه الفوضى التي تضربه منذ حين طويل من الدهر، لم يتحقق شيء من هذه الأهداف، بل حتى الشرعية اليوم صارت مهددة. الشرعية اليوم ويا للحسرة، التحالف يستخدم هذه الشرعية فقط من أجل إطفاء يعني شرعنة التدخل العسكري وشرعنة العمليات العسكرية. وأحسب أن التحالف اليوم بقيادة المملكة وقيادة الإمارات أحسب أنه بصدد البحث عن مصدر آخر لهذه الشرعية. فإذا تم العثور على مصدر آخر للشرعية غير شرعية هادي، أنا أظن ربما يتم التخلص من شرعية هادي واستخدام هذه الشرعية الجديدة. دول التحالف اليوم تحديدا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة اليوم تخوض حرب مختلفة تماما. لم تعد اليمن هي القضية المركزية في الأجندة الخليجية، اليمن اليوم تابع من التوابع، يعني يتم التعامل معها باعتبارها يعني ورقة من أوراق المعركة الرئيسية. المعركة الرئيسية اليوم بالنسبة للمملكة العربية السعودية والإمارات ليست في اليمن، ولم يعد يبدو لي في تقدير المخاطر الاستراتيجية لم يعد الحوثي وعلى عبد الله صالح على رأس هذه المخاطر الاستراتيجية المهددة للأمن القومي الخليجي، وإنما صار في انقلاب في قائمة المخاطر. فالدولة الخليجية اليوم أو الدول الخليجية الثلاث تخوض معركة من نوع آخر. هذه المعركة هي في قلب هذه الدول وليس في تخومها كما كان قبل 5 يونيو. طيب دكتور، يعني الآن عندما تحدث عن تحقيق المصالح السعودية المباشرة يعني إيقاف أو كما تحدث أنت تحقيق الأهداف السعودية من هذه من التدخل العربي إلى الآن، هذا يعني أن مشروع استعادة الدولة بداخل اليمن ومواجهة الانقلاب إلى الآن لم يتم. لماذا جاء ذلك؟ هل كانت يعني محصلة المعارك تمشي في إطار معين ومخطط
فوقفت فجأة بقرار من التحالف، أم أن لطبيعة ما بداخل اليمن سبب في ذلك؟ يظهر لي أن هناك قرار سياسي اتخذ في بداية عاصفة الحزم، يعني الذي جرى في اليمن منذ بداية العاصفة مرورا بالسنة الأولى ثم السنة الثانية، ونحن اليوم في يعني النصف الأول من السنة الثالثة لعاصفة العزم، يبدو لي أن هناك قرار سياسي اتخذ. وما يحدث اليوم يعني هذه الإفرازات ليست إفرازات عبثية، هناك قرار سياسي بعدم تخطي تعز مثلا وعدم الدخول إلى صنعاء والإطاعة بالحوثي. الآن ما هي معطيات هذا القرار؟ يبدو لي أن هناك قرار دولي متوافق عليه، وأن هناك تدخل أمريكي يقضي بعدم اقتلاع الحوثيين والإطاحة بهم. كما قلت قبل قليل، قائمة المخاطر الاستراتيجية كما تصنفها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حدث فيها انقلابات وتحولات جذرية، لم يعد الحوثي وعلى عبد الله صالح يمثلان يعني خطرا استراتيجيا يهدد الأمن القومي الخليجي في تقديرهم، لا أتفق مع هذا التقدير قطعا، ولكن هذه هي التقديرات الخليجية. اليوم هذه يعني أقطاب التحالف تخوض معركة من نوع آخر، هذه المعركة تنعكس يعني طبيعتها على الوضع اليمني. خذ مثلا يعني لو افترضنا جدلا أن التحالف يرمي إلى الإطاحة بالحوثيين وإعادة الشرعية، ثم ماذا؟ يعني تكوين بناء نظام سياسي في اليمن. هذا النظام السياسي في اليمن إما أن يكون نظاما استبداديا ملحقا للدول الخليجية، وهذا غير ممكن في المعادلة اليمنية، أو أن يكون نظاما ديمقراطيا وهو النظام الذي يطلع عليه اليمنيون. في هذه الحالة سوف تصعد إلى قمة هذا النظام القوى التي تحاربها المملكة وتحاربها الإمارات في الداخل الخليجي، إذن هناك معضلة. يعني هناك قرار سياسي اتخذ بعدم تحرير اليمن كاملة، بل الذي يجري في الجنوب، الذي يجري في الجنوب، فقط أكمل هذه الجملة، يعني الجنوب المحرر يفترض أن تعود إليه الشرعية، أن تمكن حكومة الرئيس هادي من الهيمنة على الجنوب، من تقديم خدمات، من تقديم عوامل جذب للشعب اليمني، من الإقلاع من هناك. يعني يفترض اليوم أن اليمنيين جيشا ومقاومة وحكومة يقلعون في حملة عسكرية من الجنوب المحرر، هذا لم يحدث. هناك تشظي، هناك عبث في الجنوب، هناك قوة أخرى ممكنة في الجنوب اليوم غير الحكومة الشرعية. إذن هناك أجندات متداخلة، المشروع الأمريكي حاضر في الساحة اليمنية، المشروع الإيراني ممثلا في الحوثيين على عبد الله صالح، المشروع الخليجي إن صح أن نطلق عليه مشروعا أيضا حاضر، ولكنه مشروع رسم، مشروع لا يملك رؤية سياسية متكاملة. وبالتالي أنا أحسب أن اليمن اليوم دخلت مرحلة هي أسوأ على المستوى الاستراتيجي من المراحل الماضية. طيب دكتور، بسؤال أخير وأرجو منك الإجابة بأقل من دقيقة عليه، الآن في سياق الأهداف الاستراتيجية للمدى المستقبلي، الآن وجود جيوب للمشروع الإيراني كما تفضلت أنت الممثلة بالحوثي وصالح، هل يخدم ذلك السياسة السعودية التي تهاجم دوما المشروع الإيراني وتهاجم دوما إيران بداخل يعني في كل المناسبات التي نراها؟ قطعا لا. المعضلة الكبرى يا أخي الكريم أن المملكة العربية السعودية، وهذا شيء مؤسف، بدأت تفقد ليس فقط قوتها الناعمة في العالم في المحيط الخليجي والعربي والإسلامي، بل أيضا يعني دخلت في حالة من يعني الضبابية في تحديد الأهداف الاستراتيجية. المشروع الإيراني في المنطقة، سواء ذلك الممثل في الحوثي وعلى عبد الله صالح أو في العراق أو في سوريا أو في غيرها من يعني التخوم الخليجية، هذا المشروع هو المهدد، هو المهدد الرئيس للأمن القومي الخليجي عموما والأمن القومي السعودي تحديدا. السعودية اليوم يعني تخوض المعركة الخطأ. اليمن إذا تم إعادة استعادة اليمن كاملة وبناء نظام سياسي متماسك وإعادة شرعية، اليمن المتماسك القوي الديمقراطي سيمثل قيمة مضافة للأمن القومي الخليجي والأمن القومي السعودي. ولكن هناك خطأ في تقدير المخاطر الاستراتيجية، هذا الخطأ في تقدير المخاطر الاستراتيجية هو الذي يعود يعني كوارث على الكتلة الخليجية اليوم ممثلة
في المملكة وفي الإمارات. أشكرك دكتور عبد الله الغيلاني الباحث والأكاديمي العماني، كنت معنا عبر الهاتف من مسقط. نقاط كثيرة تحدث عنها دكتور عبد الله. أستاذ أحمد، وكما يبدو من كثير أن التحالف في اليمن كهدف استراتيجي كما يقال دخل لإنهاء تمرد وإنقلاب في صنعاء، لكن الآن نرى تمرد وإنقلاب بداخل عدن. التخبط الموجود الآن ربما هو انعكاس للمشاكل الموجودة في البيت الخليجي. ربما في 2015 2016 و2017 شهدت تحولات كبيرة جدا في المشهد السياسي الخليجي، ابتداء من نقل السلطة او نقل وتغيير ولي العهد في السعودية، إلى الأزمة مع قطر، إلى غيرها من المشاكل. وبالتالي هناك إشكالية كبيرة جدا تتعلق بالأداء الموحد. ربما كان هناك أيضا إخفاق في عدم القدرة على إنشاء تحالفات أكبر، توسيع التحالفات الدولية أكبر، سواء التحالف الإسلامي أو ما غيرها. وبالتالي هذه كانت إشكالية تتعلق أيضا بعدم ارتياح يعني أطراف دولية للدور بعض الدول التحالف كالدول الإماراتية مثلا في المنطقة، وبالتالي إشكالية كبرى جدا. وبالتالي هذه هي إشكالية تتعلق أيضا بأن انعكاس السلبي لهذا الدور. لاحظنا أن التحالف تراجعت السعودية عن قيادة التحالف ولو ظاهريا وإعلاميا ولصالح الدولة الإماراتية. نلاحظ أن الإمارات تروج أنها هي التي تقوم بقيادة التحالف في مأرب، هي التي تقوم بقيادة التحالف في تعز، في المخا، في عدن. وبالتالي أين ذهبت السعودية؟ وهذه واحدة من الإشكاليات الكبرى. ربما هذه كانت مشهورة ربما لأن كثرة الضغوط أو الدولية على السعودية في ملف الغارات الخاطئة وما إلى ذلك ربما، لكن بعد أن تدخلت الإمارات لديها القدرة الأكبر على إقفال هذا الملف إلى حد ما، وبالتالي هذه إشكالية كبرى جدا. لكن في الأخير اليمن أو الرئيس هادي أو الحكومة الشرعية ذهبت إلى المملكة العربية السعودية ولم تذهب الإمارات، وبالتالي هناك الإمارات هي الشقيقة الكبرى، وبالتالي المشكلة والحل هي في الرياض وليست في الإمارات. وبالتالي عندما يتراجع الدور السعودي لصالح الدور الإماراتي فهذا هو لا يبشر أيضا ولا يعني ليس في صالح السعودية، خاصة أن السعودية هي المحددة لليمن والحوثيين هم يستهدفوا الأمن السعودي ولا يستهدفوا الأمن الإماراتي. لاحظ أنه لا يوجد أي خطاب حوثي يستهدف الإمارات، وكذلك المخلوع صالح ما زال لديهم وديعته، وهو يتحدث عن أن الإماراتيين طيبون ويحتفظون بأبنائنا وأسرتنا واستثماراتنا. وبالتالي كانت المشكلة الكبرى دائما كيف يتم يعني التعامل مع هذا الوضع يعني غير السوي عندما يكون أحد المطلوبين في قائمة العقوبات لمجلس الأمن موجودا في إحدى دول التي تقود التحالف، ومع ذلك ما زال يستطيع التحرك. ولاحظنا قبل فترة كيف استطاع وجه رسالة من قبل حوالي شهر، وجه رسالة لأنصاره للالتحاق بالجبهات في الحدود السعودية ولم يتحدث عن الإمارات. وبالتالي هذه إشكالية كبرى جدا. السعودية مشغولة بإعادة ترتيب البيت الداخلي، لكن على المدى الطويل ربما هي المتضرر الأكبر. لو لاحظنا خلال الفترة الماضية كان هناك إشكالية أيضا عندما عادت الشرعية إلى عدن تم استهدافها بشكل واضح وما زال يتم استهدافها إلى الآن. أيضا الفشل في إدارة المناطق المحررة ليس لا يمكن لوم الشرعية، اللوم يلام التحالف بشكل كبير جدا. كيف أنت تتحدث عن دعمك لنظام شرعي أو الاستعادة الشرعية ولا تدعمها لا اقتصاديا ولا ماليا؟ لاحظنا فقط اختصار التعامل مع اليمنيين وكأنهم مجموعة من المحتاجين وعبر جمعيات خدمية ومكرمات وما إلى ذلك، بينما كان هناك عملية أو الإعلان عن عاصفة أو عملية إعادة الأمل هي تتحدث عن إعادة إعمار، عن بناء خدمات، توفير خدمات. يعني تخيل أن تكون مدينة كعدن لا توجد فيها بنية تحتية، لم ينجح التحالف في تأمين حتى الكهرباء أو حتى المياه أو حتى الخدمات أو حتى يعني إعادة تطبيع الحياة فيها. هذا ما يتعلق بعدن، ما بالك ببقية المناطق الأخرى. طيب
طيب دعنا نتحدث أكثر عن يعني ملف المناطق المحررة وكيفية إدارة الدولة هناك، وسأسألك أيضا حول أكثر حول لماذا تراجع الدور السعودي بهذا الشكل الملاحظ لصالح الدور الإماراتي، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير. أستاذ أحمد، مشاهدين الكرام تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستأنف النقاش مع ضيفي هنا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الزرقاء. أستاذ أحمد، كنا نتحدث عن تراجع للدور السعودي الواضح أو المعلن عبر وسائل الإعلام لصالح الإمارات في إدارة الملفات بداخل اليمن، هل كان ذلك بسبب الانشغال بداخل المملكة العربية السعودية بنوع من إعادة ترتيب البيت؟ يعني نحن سمعنا مثلا تصريحات لمحمد بن سلمان أن المملكة لو أرادت الحسم في الملف اليمني لحسمت، لكنها تخشى وجود عزاء في كل بيت سعودي. كل ذلك كيف يمكن فهمه؟ أولا لابد من الإشارة إلى طبيعة العلاقات بين المكونات الخليجية بشكل واضح. ربما الإمارات تتصدر الملفات الخارجية، تقدم نفسها كوكيل للولايات المتحدة الأمريكية، للغرب، للمجتمع الدولي في المنطقة، وبالتالي هي تسوق نفسها أنها هي بوابة الحل الأمريكي، هي بوابة نقل السلطة حتى في السعودية، هي من ستضمن وصول محمد بن سلمان إلى الحكم، وبالتالي هذا هو جزء من العملية التي عملية شغل العلاقات العامة التي تديرها الإمارات. لكن واقعيا الإمارات لديها الكثير من المصالح في المنطقة التي تسعى لتعزيزها وتعزيز وجودها فيها، سواء اليمن بوابة المصالح تلك، كان هناك يعني حب واضح أو شغف واضح للسيطرة على الممرات المائية، وبالتالي كان لم يكن غريبا أن تذهب الإمارات إلى جيبوتي لإدارة المنطقة ميناء في جيبوتي، وبحث عن ميناء في ومطار في الصومال، وكذلك في أرتيريا، وبالتالي عودتها إلى السواحل إلى المخاطة. هناك مشروع قديم ربما كان تم الإعلان عنه في 2010 و2009، وهو يتعلق بمدينة النور في المخا وربطها بجسر بحري إلى جيبوتي، وهذا كان بتمويل إماراتي، وكان يتم الاتفاق أن يتم إنشاؤه بكلفة تقدر ب6 مليار، تهدف بربط آسيا بأفريقيا، وبالتالي فتح أسواق جديدة. هناك منافسة الآن أيضا في تيرانا وفي غيرها، صنافير تيرانا، وبالتالي هي جزء من هذه اللعبة الكبرى، وبالتالي جزء مصالح اقتصادية ليس لها علاقة بالجانب الأخلاقي في المنطقة. بالتالي الإمارات تدخلت في اليمن ولديها موقف مسبق، هي تصنف جميع الذين يقاتلون إلى جوارها سواء في معركة عدن أو في معركة مارب أنهم يقاتلون جنبا إلى جنب، لكن سياسيا لا تتفق معهم، وبالتالي هي تريد أن تتخلص منهم، وتتحدث بشكل واضح عن كراهية واضحة لما يسمى للإخوان المسلمين أو تجمع اليمني للإصلاح، وهي تطلق عليه أنه الإخوان المسلمين، وبالتالي هناك كثير من المواد أو النقاط الغير واضحة في هذا الملف، وربما هي كانت أحد النقاط التي اختلف فيها هادي ومع التحالف أنها تريد أو مع الإماراتيين أنها تريد إقفال ملف الإصلاح في اليمن، وبالتالي من سيحارب ومن سيستسلم، يعني من سيسلم هذا الوضع. وبالتالي كان هناك حديث أيضا عن الدور السابق للإمارات فيما قبل سقوط صنعاء وعلاقتها التي ما زالت إلى الآن واضحة بأطراف داخل المؤتمر الشعبي العام، وأيضا الترويج عن طريق عدد من الكتاب الإماراتيين لتسوية بيعود بموجبها أحمد علي عبد الله صالح للشمال، وتسليم الجنوب للمجلس الانتقالي، وبالتالي هذه هي الإشكالية الكبرى، كيف يمكن الحديث عن ترتيب وضع بدون وجود الرئيس هادي أو دون وجود الحكومة الشرعية في هذا المكان؟ يعني هي هذه ربما النقطة المركزية، التدخل جاء بناء على طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي، لكن مع ذلك لم يتم تمكين الرئيس من إدارة البلد حتى على الأقل تواجده بداخل المناطق المحررة. هل نحن أمام نوع من يعني ضعف الأداء من قبل السلطة الشرعية ومحاولات من قبل التحالف العربي لفرض
الأجندة أجندة التحالف على حساب أجندة الشرعية في ليس هناك أجندة واضحة للتحالف. ربما كما قال الضيف الأستاذ أو الدكتور عبد الله الغيلاني أن كان هناك أجندة وتاهت في زحمة الانشغالات، في زحمة الأحداث، في أيضا القضايا الجانبية التي ذهب إليها. يعني الهدف الاستراتيجي الذي أعلن عنه وزير الخارجية الجبير، وأعلن عنه كان يتحدث عنه عسيري وتحدث عنه الكثير من المسؤولين السعوديين، أنه القضاء على الحوثيين في الشمال وتأمين الحدود المملكة. وبالتالي لكن هذا الهدف لم يتم تحقيقه لا سياسيا ولا عسكريا. حتى جولات المفاوضات التي تمت خلال السنة العام الماضي بين الحوثيين وبين المملكة العربية السعودية لم تخرج إلى طريق واضح. وأيضا ما زال خلال اليومين الماضيين تبث قنوات تابعة لإيران عمليات عسكرية داخل العمق السعودي تقوم بها القوات الحوثي وصالح. وبالتالي نحن أمام مشكلة حقيقية. السعودية ربما لم تنتبه لهذه القصة. سيظل الحوثي خطرا يهدد أمنها في المنطقة وفي الإقليم. وبالتالي الحديث عن تسويات عرجة، تسويات ناقصة، تسويات أيضا تلغي من وقفوا خلال العامين الماضيين في وجه الحوثي هي ليست في صالح التحالف وليست في صالح اليمنيين. الرئيس هادي بالتأكيد هناك ملاحظات كبيرة على أداء الشرعية، لكن كيف يمكن الحديث عن أداء الشرعية ما زالت مفصولة عن الواقع، بعيدة عن الشارع، لم يتم تمكينها، لم يتم أيضا دعمها ولو حتى للتواجد في اليمن. يعني كان هناك إمكانية كبرى أن تتواجد الشرعية في اليمن، أن تتحول عدن إلى عاصمة لليمنيين، أن يتم إعادة تصدير النفط، أن يتم إعادة تصدير الغاز. في هذه النقطة أستاذ أحمد، يعني هناك من يطرح الكثير من التعليق حول أن القرارات الاستراتيجية التي قام بها التحالف والتي كان يمكن لليمن أن تتعامل معها بشكل آخر لم يتم تحقيق مصلحة لليمن فيها بشكل كبير. مثلا قرار، يعني كثيرون يستشهدون بقرار قطع العلاقات مع قطر، اليمن ربما لم تستفد بجانب كبير من هذه النقطة لصالح اليمن. اليمن أصلا ليست جزء من هذا الصراع الخليجي. اليمن منطقة للصراع وليست طرف فاعل. حتى عندما تقطع علاقتها بقطر أو تعلن عن إنهاء عمليات قطر، هي ليس اليمن ليست طرف فاعل. والشرعية اليمنية كما هو معروف ليست طرفا فاعلا. الشرعية اليمنية والأطراف اليمنية بكاملتها لا تستطيع أن تقول لا لقرار تقوده المملكة العربية السعودية داخل اليمن للأسف. وهذا الدليل. يعني الشرعية متواجدة في السعودية وأداء ما زال أداءها مرتبط بالمملكة العربية السعودية، ما زال المسؤولين يعملون هناك، ما زالت السعودية ممسكة بهذا الملف. علاقة اليمن بقطر كانت جاءت من البوابة الخليجية. وبالتالي حتى ما زال حتى بعد أن تم إعلان الموقف وقطع العلاقة مع قطر لم يعد بالإيجاب على اليمنيين، وما زال على اليمنيين أيضا أن يكونوا جزء ربما حتى وإن ذهب اليمنيين جميعا لإعلان أنهم ضد قطر لن ترضى عنهم الإمارات نهائيا. وسيظل تعامل الإمارات لديها تصور مسبق للحل قائم على دولتين أو أكثر من دولتين. هي تريد دولتين، دولة في الجنوب، تريد اقتطاع أجزاء من الشمال، تريد أن أيضا أن يبقى الشمال منشغلا بفترة طويلة جدا للصراع بين القوى الشمالية. وبالتالي هذا ما يعني، وذلك من أجل القبول بعودة نجل الرئيس المخلوع، وهذا محاولة للقفز على الواقع. لن يرضى اليمنيون بالعودة إلى ما قبل 2011، ولن يعودوا ولن تكون هناك تسوية. يعني اليمنيين خاضوا حروبا لمدة أكثر من عامين ونصف، وبالتالي ليسوا مستعدين على أن يعني أن يعودوا إلى نقطة الصفر. نحن نتحدث مثلا ما الذي كان يجب على التحالف أن يقوم به خاصة في المناطق المحررة. هذه نقطة مهمة. كان هناك بالإمكان أن تبدأ عملية إعمار في عدن وفي المحافظات المحررة. كان يتم إسناد تعز والدفع بالقوات التي توقفت على مشارف تعز إلى تعز. كان بالإمكان أن يدعم الجيش الوطني، ولا نتحدث نحن عن دعم قدم لفصائل مسلحة، لكن كان يجب أن يكون الدعم عبر بوابة الجيش. كان بالإمكان التحالف أن يضغط من أجل إيجاد نوع من الشفافية داخل الشرعية، سواء في التعيينات، سواء في التجنيد، سواء في قضية الصرف المالي وما إلى ذلك. لكن أيضا كان هناك يعني تخيل
مشكلة الكهرباء كان يعني لا أعتقد أنها مشكلة عويصة أن تعود الكهرباء إلى عدن وإلى حضرموت وإلى غيرها من المناطق. أيضا كان هناك قضية الطيران، يعني تم إقفال مطار صنعاء وتم إقفال جمال. ما هو المبرر في إقفال مطار الريان؟ ما هو المبرر في إقفال مطار عدن، في سيئون، في غيرها من المطارات؟ خمس طائرات لليمنيين، يعني كان بالإمكان توفير خمس طائرات من الإمارات أو من بالإيجار حتى من المملكة العربية السعودية، من الطائرات التي تقوم حتى برحلات داخلية للقيام لحل مشكلة الطيران في اليمن والمطارات، بدلا من الذهاب إلى سقطرى في ثلاث رحلات يومية من أبو ظبي، وكان بالتالي أن تكون الرحلات هذه إلى عدن، إلى سيئون، إلى المكلا، إلى غيرها من المناطق. وبالتالي نحن إشكالية كبرى جدا دبلوماسيا، لم تعمل لم يعمل التحالف بشكل كبير جدا لدعم أداء الحكومة الشرعية في عدن. كان بالإمكان أن تضغط الدول التحالف وتعود على عودة على الأقل تعود سفاراتها أو قنصلياتها إلى عدن، يعني وهي تستطيع أن تؤمنها، أيضا أن تدعم تضغط على المجتمع الدولي لفتح على الأمم المتحدة على المنظمات التي تمولها أن تعود أيضا إلى عدن بعد الاكتفاء مع ممارسة مكاتبها في صنعاء، لكن لم يحدث أي من هذه الأمور. أيضا كان بالإمكان أن يتم الضغط على المسؤولين في الحكومة العودة إلى اليمن بشكل واضح والعمل حتى تحت حماية هذه القوات، وحتى هناك ألوية حماية رئاسية لم يتم تمكينها حتى من العمل في المناطق الحساسة، وبالتالي تم إنشاء مكونات خارج الدولة هدفها خارج الدولة، حتى لو كان هناك تحفظات على قضية القيادة العسكرية التابعة للشريعة، بالتالي يجب أن يكون هناك شروط واضحة حتى لمفهوم الأجهزة الأمنية التي تم إنشائها داخل، يعني كانت هناك حاجة لتلك القوات عندما عادت الدولة وعندما انتهت عملية التحرير، كان يجب أن يتم تسليم هذه القوات أو يعني إدراجها ضمن قوام سواء وزارة الداخلية أو الأمن أو إلى أو وزارة الدفاع وغيرها من المناطق، وبالتالي كان هناك إشكالية كبرى لكن جدا. يعني هو ربما كان الحديث عن يعني دوما على أن هناك تمويل ل يعني فصائل في الجيش وما شابه وتدريب لضباط في اليمن، لكن كل ذلك تم خارج إطار الجيش الرسمي بما يعرف الآن بالنخبة الحضرمية والحزام الأمني. طيب الآن هناك معركة بداخل اليمن تجري، يعني بغض النظر على أنها هي ساحة للصراعات الإقليمية، هناك معركة الآن تجري بالنسبة لليمنيين مهمة، وهي معركة سواء في النهم أو حتى في أطراف صنعاء أقصد أو حتى في تعز وغيرها من المناطق. هل هناك نقص في المعلومات العسكرية وطبيعة التركيبة الديموغرافية لهذه المناطق بالنسبة للتحالف وكذلك الشرعية لأخذ على الأقل بالأسباب لتحقيق تغير؟ لا يوجد أي نقص في المعلومات ولا في التحركات ولا في المعطيات ولا في المقاتلين ولا في السلاح، ولا هناك باعتقادي لدى التحالف سلاح بإمكانه أن يخاض به معارك لمدة 100 سنة، ليس في اليمن ولكن في الإقليم، يعني المليارات التي يتم شراء الأسلحة بها وإعادة توزيعها. عندما كان هناك إرادة حقيقية تم تحرير المخافي خلال أسبوعين، تم تحرير عدن خلال أقل من شهر، تم تحرير مناطق كبيرة، لكن لا توجد إرادة سياسية، هناك مشروع آخر غير المشروع المعلن. للأسف هناك إشكالية كبرى جداً منذ أكثر من عام، ربما بعد إلغاء وظيفة عسيري لم تعد هناك أي تصريحات لأي مسؤول سعودي أو إماراتي أو مسؤول في التحالف يقول ما الذي تريد التحالف من اليمن وما الذي يقوم بهم الذي يجري. الحكومة الشرعية أيضا غائبة، لم تقل للناس ما الذي يحدث، أين هي، ما حقيقة الأمور. ربما كان الشيء الوحيد الذي كان يعني رسالة رئيس الحكومة بالأمس يتحدث فيها عن المخاوف والمخاطر، وهي رسالة ربما على الرغم من الصياغة التي قيلت فيها، لكن هي تكشف عن مخاطر كبيرة جدا، وبالتالي كان يفترض أن من يلتقط هذه الرسالة هو التحالف وليس الأطراف الأخرى، لكن التحالف لديه إرادة مختلفة أو جزء من التحالف لديه إرادة مختلفة تماما، لا يراد لإنهاء هذه الأزمة أن تنتهي بسلام. وبالتالي نحن القصة الكبيرة التي تحدث الآن
خلال الأيام القليلة المقبلة هي مخيفة جدا، وبالتالي هناك إشكالية كبرى تتعلق أيضا بطريقة أداء. للآن الرئيس هادي لم يظهر ولم يطمن اليمنيين بأي شيء من يعني، وبالتالي وهذا ما يكشف أن هناك سيناريو ربما في الخفاء، ربما كما قال الأستاذ الدكتور عبد الغيلاني قد يتم التخلص من هادي، وهذه ربما هي إشكالية كبرى جدا. طيب. يعني هذه نقطة خطيرة، دعنا نناقشها مع مستشار وزارة الإعلام دكتور فيصل العواضي الذي ينضم إلينا الآن من الرياض. دكتور فيصل، هناك جملة من المآخذ على التحالف من بينها عدم التفاعل أو عدم تفعيل أداء المؤسسات العسكرية والأمنية، تطبيع الحياة، تفعيل الموانئ والمطارات. برأيك ما هي أسباب هذا التراخي من جانب التحالف، وما هو موقف الشرعية إزاء ذلك؟ أولا التحالف طبعا لا يعمل إلا وفق برنامج الحكومة الشرعية، ليست لديهم أي أجندة مستقلة، يعني الحكومة لديها خطط وبرامج، تفعيل المطارات والموانئ هو مرتبط بقرارات أيضا عند يعني أنت عندما تريد أن تستقطب شركة طيران عالمية، تعرف أن شركة الطيران لديها محاذير ارتفاع قيمة التأمين على أساس أن اليمن منطقة عسكرية. الشركات لا تفهم منطقة يعني منطق أن هناك مناطق محررة ومناطق آمنة أو مناطق آمنة غير آمنة، هم يعرفون أن اليمن يعيش حالة حرب، ولهذا الموانئ والمطارات قد تقتصر فقط على الشركات اليمنية، لكن الشركات الخارجية بحاجة إلى أن تتطبع الأوضاع بشكل نهائي ويكون لها برنامج. أما أن التحالف متراخي أو أنه يتلكأ في تفعيل هذا الشيء فهذا غير صحيح، لأن التحالف لكن هناك من يعني هناك من يدرى يعني من يعطي قراءة دكتور فيصل هناك من يعطي قراءة بأن ما يجري على الأرض بداخل المناطق المحررة وتوقف المعارك في الجبهات سواء في تعز أو نهم، أو على الأقل يعني خفوت المنحنى الخاص بها، يعطي قراءة أن هناك نوع من الاختلاف في الأجندة، وأن هناك احتمال لأن يعني ترى الدول التحالف مصالحها في غير شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي. لا أبدا، الدول التحالف أولا لو أحصينا متوسط الطلعات الجوية لطيران التحالف اليومية مستمرة ما توقفت، والحرب كر وفر. وأنا هنا لست محللا عسكريا حتى أستطيع أن أفتي بسير المعارك، لكن مفهوم. الحرب لم تتوقف وتيرتها، وهناك استراتيجيات عسكرية ممكن يجيب عليها الخبراء العسكريين، إنما التحالف ملتزم بالدعم اللوجستي، وكل يوم الطيران يؤدي دوره في قصف تجمعات ويعني ميليشيات الانقلابية طيب الآن هناك مناطق محررة، هناك حالة من الجمود فيها، وحالة ربما من عدم وجود الخدمات، ما يطلق عليه البعض حالة شلل مؤسسي في الأداء. هذا الأمر ينعكس على الإنسان وعلى طبيعة تفاعله مع وتأييده للحكومة الشرعية، كيف يمكن معالجة هذه الاختلالات دكتور فيصل؟ أولا نحن الانقلاب اللي حصل هو حصل انقلاب على دولة بكل مؤسساتها ومكوناتها. الآن الحكومة الشرعية طبعا نحن كنا نعيش حالة من النظام المركزي، كل شيء مركزي كان في دواوين المؤسسة بصنعاء البيانات. الحكومة لابد أن تشتغل وفق بيانات وقرؤة وفق خطط وفق برامج، وهذه كلها الآن يتم بناءها والعمل على يعني إعادة تأهيلها حتى تستطيع أن الحكومة تقوم بدورها بشكل كامل. ويعني وهناك لمن لا يعرف أريد أن أقول أن هناك جهود تبذل وشغل على مدار 24 ساعة لكي نستطيع إعادة الحياة يعني لجهاز الدولة بشكل طبيعي. مستشار وزارة الإعلام دكتور فيصل العواضي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. بأقل من دقيقة أستاذ أحمد، ما مستقبل عملية التحالف ومتى ستحقق كل الأهداف ما يتعلق باليمنيين بدرجة أساسية؟ ربما على المحك ما يتم في المحافظة الجنوبية هي مؤشر كبير جدا لمستقبل التحالف ومستقبل أدائه ومستقبل التزاماته بالأهداف المعلنة، من ضمنها أيضا تمكين الرئيس هادي وتمكين الحكومة من العمل. لكن ما يحدث أن الموافقة على إنشاء كيانات
تتحدى الدولة وتريد فرض أجندتها وتمتلك السلاح ومستعدة على الانقضاض على الدولة، ربما هو يهدد مستقبل عملية التحالف بالكامل، وربما إذا لم يتم إعادة أداء أو تقييم أداء التحالف خلال الفترة الماضية لن يكون هناك أي إنجازات حقيقية على الأرض، وستستمر المشكلة اليمنية وستخرج من السيطرة وستصبح جرحا مفتوحا لن يتم إيجاد علاج له سريعا، وبالتالي سيتم بعد عام ونصف للأسف ستعود إيران بشكل واضح ومؤثر في اليمن بشكل كبير جدا، وتكون عادت دون أن تخسر طلقة واحدة، وبالتالي هذه لا ترضاه السعودية ولا يرضاه أحد أي عاقل أيضا. وبالتالي الحديث أدركم فقط على أن التحالف سيستفيد من هذه الأوضاع وسيستفيد من ضعف الشرعية، ولن يستفيد بالتأكيد، الشرعية لديها خلل كبير جدا وفيها وتعاني من مشاكل كبيرة جدا، لكن التحالف أيضا عليه مسؤولية أخلاقية وسياسية. مثل ما استلم القرار بأن وتعهد بأن ينهي الانقلاب وأن يعود لليمنيين دولتهم، عليه أن يمشي في يمضي في هذا المشروع وألا ينحرف ويذهب إلى مشاريع جزئية صغيرة. أشكرك أستاذ أحمد الزرق الكاتب الصحفي، كنت معنا في حلقة اليوم في المساء اليمني، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.